فلسطين وأهلها وخاصة أهل غزة دايما في قلوبنا، قلوبنا كشعب مصر وقلوبنا كأهلوية. بنشوف دايما النادي الأهلي لما بياخد بطولة، سواء بطولة الدوري أو بطولة أفريقية أو أي بطولة، بنشوف دايما الأفراح في غزة. فعلشان كده لما بنروح فلسطين وبنروح غزة بنشوف أهلوية كتير جدا. كان في زيارة مهمة جدا لوفد الملتقى أو ملتقى مدربي غزة، كان في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مجموعة من المدربين كانوا حريصين إنهم يكونوا متواجدين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، جايين يعملوا فترة معايشة، جايين يشوفوا يعني الأساليب الجديدة في كرة القدم، جايين يتعلموا، خاصة النادي الأهلي عنده مدير فني أجنبي وجايين يشوفوا الأساليب الجديدة. النادي الأهلي طبعا استقبلهم أفضل استقبال، العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي مدينة نصر، وأيضا الكابتن خالد بيبو كان في استقبال أكثر من رائع. نروح نشوف التقرير ده وإزاي النادي الأهلي استقبل مدربي ملتقى غزة، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن هشام حنفي. احنا طبعا احنا ومصر احنا بلد واحدة، وطبعا احنا بنرحب او بنشكر النادي الاهلي وبنشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته والدكتور سعد شلبي والكابتن خالد بيبو على موافقتهم لعمل معايشة في النادي الاهلي لمدربين قطاع الناشئين في غزة الحبيبة، وهذه المرة الثانية اللي احنا جايين نعمل معايشة في النادي الاهلي. في طفرة بصراحة عن المعيشة اللي قبل، احنا عملنا معيشة من 2008، في طفرة كبيرة جدا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي من كافة الجوانب الفنية والتكتيكية وكل حاجة. محاضرة أول محاضرة امبارح كالكابتن مايكل استفدنا منها بشكل كبير جدا، كل المدربين استفادوا منها بشكل كبير جدا، يعني معيشة فعلا ممتازة أكثر من ممتازة، الجميع استفيد منها. وهذه أول معايشة لي في النادي الأهلي، وبحكي لك بصراحة للأمانة معايشة يعني مستفيدين منها كثير، وكل احترام برضه للكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين والكابتن مايكل على المعلومات والمحاضرات اللي بيعطينا إياها، وهذه كلها بترجع فايدة لنا وفايدة لكل المدربين الشعب الفلسطيني. النادي الأهلي قلعة من في الوسط الرياضي بالنسبة للوطن العربي بشكل عام، والنادي الأهلي منظومة كاملة متكاملة، وإحنا بكل فخر واعتزاز بأنه إحنا كنا في المعايشة في النادي الأهلي، لأنه هو قامة وخامة قامة كبيرة في الوسط الرياضي بالنسبة للوطن العربي، فإحنا كل احترام والتقدير للنادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا مكان كبير والكل بيعرفه على مستوى الوطن العربي ومستوى أفريقيا ومستوى العالم كله، فإحنا بنتمنى أنه إحنا يعني دايما يعني النادي الأهلي أنه إحنا بنجي عشان نستفيد منه حاجات يعني تتميز وتختلف عن الآخرين. النادي الأهلي كل شيء عظيم بنلاقيه في النادي الأهلي. المعايشة دي هتنقل يعني الكرة الفلسطينية نقلة نوعية بإذن الله، لأن في شيء هنا يختلف عن أي نادي في مصر. يعني الراجل الأجنبي ده بيشتغل شغل يعني شغل مميز لأول مرة بنشوفه. الشعب الفلسطيني والشعب المصري شعب واحد، وخاصة قطاع غزة، وإحنا اخترنا تكون المعايشة في النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي قيمة كبيرة، يعني برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي أولى اهتمام للبعثة وسهل المأمورية، وكان تعليماته للدكتور سعد شلبي والكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين لتسهيل مهمة ملتقى مدربي قطاع غزة في هذه المعايشة، وهذه يعني لاكتساب الخبرة الكبيرة من مدربي النادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي أنت بتعرف نادي كبير وأكبر نادي في الوطن العربي وإن كان في الشرق الأوسط، والكل يتابع النادي الأهلي.